نحن أنا عمري يعني ما يقرب من 60 سنة في هالقرية. الضيعة هاي ضيعة قديمة جدا، من أيامات العهد الروماني بناء القلعة، وأيضا صار فيها زلازل قبل هالآن، ولكن هذا كان زلزال يعني بهالوقت، هذا زلزال ضخم جدا أدى لدمار قسم كبير من القرية هاي. الدمار هذا اللي نحن شايفينه هلقيني دمار بسبب هالزلزال الأخير، يعني الناس تهجرت من بيوتها، ناس وين بدها تروح ما بنعرف. ما يقرب من 100 بيت او اكثر من 100 بيت، اجت 100 مهندسين بدهم يفحصوا هالبيوت ودققوا فيها وطلبوا اخلاء البيوت. طيب اذا بدنا نخلي بيوتنا او خلينا بيوتنا ما بكيفنا يعني بالقوه، خلينا هالبيوت، طيب هالبيوت هي اللي وين بدنا نروح نحن؟ وين بدنا نسكن؟